محمد السنكريبا وبخطر فتحي وبخطر طريق لاباستي سونز اوبلي بو مدين دي بخطر كي بو مدين بزاف بزاف وعبد القادر 111 وبخطر ناس بيتي وبخطر اللي نفكرهم ما يتفكرونا بخطر ناس القلعة واللي عقلي دايما عايش عقلي ما يعرف قدر المحايل ما زاروه ما شاف الزين ما سهر الليالي قلبه هاني ما تعذب ما جرحوه لكن هادو قسام من عند العالي والعاشق يا ناس علاش تلوموه هادي بخطر لي زمور اللي زمور زوين ما كان تحية تحية الجزائر وتحية بلادنا هذه بخطر بخطر تول الموند وبخطر بخطر عرب الصحراء واش عندي ما نهضر واش عندي ما نقول الساعة هنا يا لطيف واش على الصعبة الزلط والزمان يرجعوا الشاب مهبول كل يوم يتمنى في الهربة يتمنى في الهربة والحدود تكون محلول كلا فيزا لا والو وين عينه يروح ما يديرش الخدمة سبة يتمنى زواج مع رومية والزواج يكون مكمول هو يتفر البوسات وهي تقوت في الكلبة ما عنده قصور إذا قالوا مذلول يقلب الناسيوناليتي تنقلع الغلبة ناخدم في الجزائر ونقلع السبول ما نغداش نموت بالسيدة في الغربة يعني بخطر وليدات الجزائر اللي راهم يحوسوا يغدوا الغربة اتنسيو الغربة صعيبة تحية بنت العربية زين وهمة وما بنت الرومية هذيك لا ماكياج بنت العربية العين كحلة لا طايفين والمكياج ما يشقاش بنت الرومية الرجيم والفيتامين بنت العربية حنينة وفي الماكلة غير بلا جنبو بنينة وبنت الرومية والله يا ابن علي خويا الصامتة تتقول لوبيا بلاش اللي ما يواسيش الخير في من ضربه وهبيل اللي يرحل من عند خوه ويسكن مع نسيبه وهبيل اللي يدير الشر في حبيبه وهبيل اللي يجمع في جماعة وما يضربش يجيبه هذه بخطر الناس المرايل اللي برحوا بالمليون ماشي اللي برحوا بالسمر الرخيصة هذه بخطرك يا محمد بن بادة وبخطر لوتيل السمش سانز اوبلي مازوزي محمد دوتشيان والناس اللي يحبوه هذه بخطر بخطر عابد بخطر وليدة المطمر هذي بخطرك يا مناد بخطر لفامي مناد يحيي وليدة تيارت تحيي الكاتورز وتحيي الزرقاء وربي كبير Thank you.
والمشيخة رجعت في دلالة، والشيخ رجع كلف على المسموم، الغنى يضبح والبراح يخون في الرجالة. وين كان الراجل الطايح يرجعه الرئيس قوم، والمرأة في السوق تخدم دلالة، والفنيين ما يحشم باللوم. شوفوا الشيوخ اليوم، والمشيخة عندها أساس، وأساسها مع الناس العيارين. اليوم رجعت فلاس، وتقدموا لها غير الناس الحواصين. مول البار يقول لاباس، هلو في الشيخ عطوا حبة سردين، لك هو اللي مبني عليه الساس، زيدوه وحدة روج معها شوية حارين. هذي في خطر الشيوخ تاع بالصح، وكونطرا على الشيوخ تاع اليوم.